هي السبب في الانجازات اللي احنا عملناها كلاعبين وكأندية بتشارك في البطولة الأفريقية باستمرار. فالبطولات كانت صعبة طبعا جدا علينا وبتتطلب مجهودات ضخمة وتركيز كبير جدا من اللاعبين، وأنا واحد من الناس اللي يعني الحمد لله ربنا وفقني ووفرت وادخرت مجهودي كله وساعدت نادي على قد ما اقدر وساعدت بلدي على قد ما اقدر في المنتخبات. ف يعني انجاز وتاريخ يحسب لكل واحد شارك في البطولات دي. فمره ثانيه انا سعيد جدا ان انا كنت جزء من التاريخ اللي اتعمل ده والانجازات اللي اتعملت في النادي والبلد.